ازيكم يا اصحابي، عاملين ايه؟ النهاردة هناخد حرف جديد، حرف الظاء. نشاط واحد بيقول استمع وانطق ولون. يلا يا اصحابي نسمع القصة عن حرف الظاء. كانت الظباء تلعب في الغابة وقت الظهر، وفجأة صرخوا فهناك شيء أسود يتحرك معهم، ثم سرعان ما اكتشفوا إنه الظل وأخذوا يقولون ظ ظ ظ. وبعد يا أصحابي ما سمعنا القصة، يلا نلون حرف الظاء، مرة منفصلة ومرة متصلة، وكمان هنلون كل ظ عليه حرف الظاء. نشاط 2، تتبع ولون صوت الظاء لتصل الصرف إلى صندوق البريد. يعني يا أصحابي هنلون الصور الأشكال اللي فيها حرف الظاء. أول صورة، صورة إيه اللي هلونها؟ نظارة. برافو عليكي، نظارة فيها حرف الظاء. وإيه كمان؟ حرف الظاء متصل. برافو عليكي، هلون حرف الظاء. وإيه كمان؟ محفظة. محفظة فيها كمان حرف الظاء. عظمة يمس. شاطرة، عظمة كمان فيها حرف الظاء. مظلة. برافو عليكي، مظلة فيها حرف الظاء. وآخر حاجة هنلونها حرف الظاء اللي جنب صندوق البريد. برافو عليكي، وبكده يا أصحابي هنوصل حرف الظاء لصندوق البريد. نشاط 3، صل حسب الصوت. عندنا يا أصحابي مجموعة صور هنقراها وهنوصل حسب الصوت، بالظاء فتحة، ظاء كسرة، ظاء ضمة. أول صورة يا أصحابي صورة زهر، يا ترى هنوصلها بإيه؟ زهر ظاء فتحة. برافو عليكي. تاني صورة، صورة ظل، هنوصلها بأصحابي بأنهي ظا؟ ظل ظا كسرة. برافو عليكي شاطرة. ظبي، يا ترى هنوصلها بإيه؟ ظبي ظا فتحة. تمام. ظفر، يا ترى هنوصلها بأنهي ظا؟ ذو ظفر ظا ضمة. برافو عليكي. وآخر صورة، ظرف، هنوصلها بالظاء فتحة. برافو عليكي شاطرة. نشاط 4، ضع الضبط المناسب. هنشوف يا أصحابي كل صورة ونحط التشكيل الصح على حرف الظاء حسب الصورة. صورة ظفر، هنحط ظاء ايه؟ ظاء ضمة. برافو عليكي. الصورة اللي بعد كده، ظرف، هنحط الظاء عليها ايه؟ فتحة. شاطرة. ظبي، هنحط الظاء عليها فتحة برضو.
برافو عليكي. زباق، هنحط الظه عليها تحتها كسرة. برافو عليكي. ظهر، ظه هنحط عليها فتحة. وآخر صورة، صورة ظل، ظه كسرة. برافو عليكي شاطرة. نشاط 5، اقرأ ثم ارسم. عندي يا ولاد 3 جمل، وعلى كل جملة لازم ارسم رسمة تعبر عن الجملة. اول جملة، ظفر في يد. يلا بينا كده نرسم ايد، وطبعا فيها الظفر. برافو. الجملة التانية، ظرف احمر. لازم يا ولاد نرسم ظرف لونه احمر. برافو. اخر جملة، ظل اسد. يبقى هرسم اسد والظل تحته بتاعه. برافو. نشاط 6 الف، ارسم دائرة حول حرف الظ. عندنا يا اصحابي مجموعة كلمات، هنشوف حرف الظ واقف فين ونرسم عليه دائرة. ظل، ظ في اول الكلمة. برافو عليكي، هنحط دايرة على حرف الظ. الكلمة اللي بعد كده، نظارة، حرف الظ واقف في النص. برافو عليكي. ظرف، موجود في اول الكلمة. تمام. ظبي، حرف الظ موجود برضو في اول الكلمة. واخر كلمة، عظم، حرف الظ في نص الكلمة. برافو عليكي شاطرة. نشاط 6 ب، استمع وتحدث. اكتب رسالة وضعها في ظرف وارسلها لشخص تحبه. يلا بينا يا ولاد، لو دلوقتي عايزين نبعت رسالة لحد بنحبه هنكتب له ايه؟ تعالوا كده نشوف مع بعض، نتخيل مع بعض ونتناقش مع بعض. لو ماما مثلا هبعت لها رسالة هقول لها ايه؟ ممكن اقول لها شكرا عشان انتي دايما تتعبي علشاني، واقول لها انا بحبك قوي. حلو قوي، برافو عليكي. طيب لو هنكتب رسالة ممكن نكتب لمين تاني؟ ممكن للمس؟ ممكن يمس للمس بتاعتي. هقول لها ايه؟ انا بحبك قوي 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 قوي. وانا كمان. برافو عليك شاطر قوي، برافو يا حلوين. يلا بينا نعمل كده، شطار. نشاط 7، اكتب. يلا بينا يا ولاد نكتب الظ فتحة بخط حلو يا ولاد على السطر، وما ننساش التشكيل. الظ كسرة كمان. برافو. واخر حاجة الظ ضمة. الله الله على الخطوط الجميلة، برافو شطار. نشاط 8، اكتب الحرف الاول مع الضبط. يعني يا اصحابي هنكتب حرف الظ في اول الكلمة مع التشكيل بتاعه. ظفر، يا ترى الظ عليها ايه؟ ضمة. برافو يا اصحابي. ظرف، الظ هنكتب عليها ايه؟ فتحة. واخر صورة، صورة ظل، هتكون ظ كسرة. برافو عليكم شاطرين جدا يا اصحابي. نشاط 9 والأخير، عبر باستخدام الكلمات التالية: في، أنا، أحب. يعني أصحابي هنستخدم الصور المرسومة على السبورة، وعايزين نحاول نكتب جمل فيها الكلمات في، أنا، أحب.
مثلا هنكتب جملة أنا أحب الرسم، وكمان يا أصحابي على السبورة في صورة ظفر وصورة يد. يا ترى هنكتب جملة ايه؟ شاطرين، جملة ظفر في اليد. الجملة الثالثة هسيبكم تفكروا فيها وتكتبوها في اخر السطر. برافو عليكم شاطرين يا اصحابي. وبكده يا ولاد يبقى خدنا حرف الظ بكل أشكاله، في أول الكلمة، في وسط الكلمة، وفي آخر الكلمة، وكمان عرفنا الصور والكلمات الدالة عليه. باي باي، ونشوفكم في حرف جديد.